بقى انت يا ابني أيوة. في راجل في سني هيجي يطلب ايد نوايا مني انا؟ ايوه بيه، ما هو في الزمن ده بتاع علي وانا علي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني اللي يدفع اكتر يشيل. مش فاهم. يعني واحد في حالات انا جاي يطلب ايد نوايا ما حديش يا دوب غير 15 فار. فار نب. ارنب 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 فر ايه يا ابني؟ ارنب ارنب ارنب. ايوه ارنب. هروح فين؟ هروح فين انا جنب العالم اللي عندها 100 و120؟ عايز تفهمني انك انت عندك 15 مليون جنيه؟ ايه مش باين عليا ولا ايه؟ مش ممكن. شفت التواضع يا بابا. بس مظهرك ده يا ابني. يا بابا ما تبصش للمظهر يا بابا، المهم الانسان نفسه. اصله بخيل حبتين. ايوه المهم جوها. ايوه اصله ايه؟ بخيل حبتين. يا صلاة النبي ما شاء الله يا زينة الرجال. اهلا 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 وسهلا. عجبتك دي؟ الله والله يا سلام. الله. بس البنطلون ده مش غريب عليا. ايوه هو بس هو غريب عليا. انت ملبسه بنطلون بابا يا زياد اللي جاي على مقاسه ده؟ بنطلونك ابني؟ لا بصراحه لا. ايه بصراحه يعني؟ قول لي. لا ما إيه؟ حد يقول بصراحه العقلاطيه يا بابا. بابا سيبك من كتف البنطلون دلوقتي وخلينا في المهمه اللي جايه عشان اتوفيق بيه. ايوه حضرتك موافق يا بابا؟ موافق عليه. عايز حافظ حافظ مركزي. يلا سيبه مهلا. لا انت لا على هنا. هي تمشي انت لا تعال هنا. طب قول لي هتوفيق بيه. ايوه ما تيجي حضرتك اتفضل اقعد. لا انا مستريح كده. ليه؟ انا خايف على البنطلون. انت شاريه مين البنطلون ده؟ انا مش شاريه، انا سلفه. سلفه؟ ده بنطلونك يا بابا. بنطلوني؟ اصل الاستاذ فيه هو داخل هنا الكلاب قطعوا له بنطلونه. ده مش كلوا البنطلون بس غوطوا شويه. بعد اذن حضرتك يعني لغايه لما يشوف بنطلون ثاني. انا قلت له يلبس بنطلون. انت عارف البنطلون ده بكام؟ يا بيه ما تدقش، هجيب لسيادتك 6 سلف و5 هديه للبيت. ما شاء الله. خلاص يا سلام على الكرم. ايوه انت بتشتغل ايه يا ابني؟ انا؟ ايوه انا بشتغل بشتغل في التصدير والاستيراد. بتقول ايه يا ابني؟ لا هي ما تتقالش تاني. التصدير. التصدير والاستيراد يا بابا. تصدير واستيراد. ايوه ما شاء الله. ويا ترى بتصدر ايه يا ابني؟ ترمس. ترمس؟ ما شاء الله عظيم عظيم. وبتستورد ايه يا ترى؟ زراير. زراير؟ ايوه يا فندم. ايوه زراير سفرة. ايه؟ ساعات بتتاكل بقشرها ومن غير قشرها. ايه دي؟ زراير؟ ترمش. بابا توفيق بيه قصده انه بيستورد زراير بتتركب في الحاجات بغطاها او من غير غطاء. بتركب فين؟ البيجامات، البدل، القمصان. ده شيء جميل قوي. وبتكسب كام يا ابني على كده؟ يعني ايه يعني؟ يعني ايوه يا ابني يعني تساوي كام؟ يعني حسب الظروف. ايوه يعني في المواسم والاعياد بشطب بدري. اوام اوام. شو شطب ايه يا ابني؟ طلبات التصدير المطلوبه يا بابا. ايوه بصفي مكسب كام كده تقريبا؟ يعني ايوه كام يعني دي؟ 50 60 50 ايه يا ابني؟ 70 50 ايه و 60 ايه؟ 50,000 طبعا يا بابا. يا سلام للدرجه دي؟ ما شاء الله ما شاء الله. سن بس اسمع هو يا ابني. حاضر. قلت لحضرتك يا ابني بتكسب كام يعني؟ يا سلمان بيه مفيش داعي نتكلم في المكسب ده، رزق. والرزق لما بيتنظر بتقل بركته. صح. ها؟ أيوة ولا ايه؟ لا مظبوط يا ابني. الناس تجار وفاهمين بعض. لا واضح 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 يعني الطبيعي. طبعا يهمني بس مصلحتك. اعرف بس يا راس مالك ايه كده يعني؟ يعني انت كل اللي يهمك ان انا عندي في العمليه دي 15 ارنب، يخسوا ارنب يزيدوا ارنب، بعوضهم في السنه اللي بعديها وكله ماشي. ما شاء الله ما شاء الله. لا ده انت انسان مكافح جدا يا ابني. الله يخليك ما شاء الله. الله يا سلام. انا اهنيك يا ابني. شكرا. احنا متهيألي بنقرب من بعض شويه بشويه. امال انا جاي ليه؟ ما انا جاي عشان اقرب
وطالب القرب منك في ايد بنتك وخلصني. ده نازل شرف يا ابني. الله يخليك. بس شوية اسئلة بسيطة جدا. قول لي يا تيفا. ايوه يا سلم.